أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. إذن من كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذن أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة. إذن لدينا نص بعنوان الاشتباك مع الحجر. الاشتباك مع الحجر، جيد. اذا قبل ما نبدا الحصه ديالنا احبتي الصغار، ما تنساوش اللي ما اشتركش عندي في القناه يشترك، وكذلك ايضا خليوا لي جيم او اعجاب ولايك لهذا الفيديو هذا. اذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا استعدوا للقراءه. اذا عندنا النحت فن من الفنون الجميله، يكون على مواد مختلفه كالمعادن والخشب والحجر. إذا ما الذي توحي به إليك كلمة الحجر؟ ما المصنوعات التي يمكن تشكيلها من الحجر؟ إذا أحبتي الصغار، إذا كما قلنا توحي كلمة الحجر إلى الصلابة والتنوع، فنجد مثلا الأحجار الكريمة كالألماس والياقوت وكذا الأحجار الكلسية مثلا. إذن المصنوعات التي يمكن تشكيلها من الحجر، نجد الأواني وكذلك أيضا تماثيل وأدوات أخرى عديدة كالخناجر وأدوات مثلا الصيد إلى غير ذلك. جيدة. إذن ألاحظ وأتوقع ما الذي يوحي لك به العنوان. إذن عنوان قلنا هو الاشتباك مع الحجر. ثم السؤال الثاني، أتأمل الصورة وأقرأ العنوان لاختيار توقع مناسب لمضمون النص. إذا بهذا الشكل هذا غادي نقولوا يوحي العنوان إلى أن الحجر تشكل منه أشياء رائعة ومفيدة، وأتوقع أن النص سوف يتحدث عن مميزات النحت على الحجر. إذا نعيد، يوحي العنوان إلى أن الحجر تشكل منه أشياء رائعة ومفيدة، وأتوقع أن النص سوف يتحدث عن مميزات النحت على الحجر مثلا، هذا كتوقع. إذا نقرأ النص ديالنا. الاشتباك مع الحجر. كانت طفولة يوسف طبيعية كأطفال مدرسته، لكن ما ميز طفولته هي الحرية التي شعر بها في أسرته التي كانت تشجعه على إبداء الرأي وتفرح لكل عمل ينجزه، ومن هنا أصبح يشعر بنمو ذاته بين أقرانه، وفجأة بدأ يكتشف هوايته وهو يتلهى بالطين ويلعب به، ومن هنا بدأت حكايته مع الطين، وتشكلت رغبته في إيجاد حوار ينبع مع طفل يبحث عن ذاته في الطين، نتج عنه صناعة تمثال صغير سماه الأسيرة. لم تكن معلمة يوسف على علم بهوايته، وهي تقول لأصدقائه أثناء الحصة الفنية: اليوم سنخصصه لأعمال الطين. فرح يوسف بما سمع، لأنه يتدرب على صنع الأشكال من الحيوانات والطيور والكائنات الأخرى، لذلك أسرع إلى تشكيل طائر جميل ليظهر لمعلمته موهبته. لكن المعلمة نهرته قائلة: توقف. ثم طلبت من الأطفال صنع صحن من الطين، فانطلق يوسف بسرعة إلى العمل الجديد، لكن المعلمة نهرته من جديد وقالت: انتظر. ثم طلبت من كافة الأطفال أن يصنعوا صحنا مماثلا للصحن الذي عملته بيدها. نظر يوسف إلى الصحن المعروض، لكنه عجن صحنه الجميل وبدأ في تشكيل الصحن الجديد. وهنا انبهرت المعلمة بموهبة يوسف وتعجبت من سرعة إنجازه ودقته. كان يوسف مغرما بزيارة معارض النحت والرسم صحبة والده، وكان في الحقيقة يجمع بين المتعة وتطوير هوايته
من خلال ما يشاهده من النقش والحفر على الخشب والحجر والجبس، ويحاول تقليد ما هو مجسم أمامه، وطلب من أبيه أن يشتري له الأدوات التي يتم بها صنع هذه المنحوتات. وخطر ببال يوسف أن ينضم إلى جمعية شبابية من هواة الرسم والنحت في مدينته، وهم جميعا من الهواة الموهوبين في نحت الحجر، يجدون المناخ المناسب مع مدربيهم الذين يدلونهم على أشكال الحجر في الطبيعة، خاصة عندما ينظمون رحلة إلى الجبل. اقتنع يوسف أن أي عمل فني يمر بمجموعة من المراحل حتى يكتمل، وأهمها إحساس اللحظة وتجسيدها، ثم بدأ عملية الاشتباك مع الحجر ليتضح الشكل. وصل يوسف إلى هذه الرؤية، فبدأ يشعر أنه موهوب، مما جعله يفكر في تنظيم معارض مع أصحابه في مدرسته وفي فضاءات أخرى. إذن أحسنت أحبتي الصغار، إذن الآن نمر إلى أسئلة الفهم. إذن هنا عندنا أقرأ بطلاقة، أظن هذا خصو يتقرا بطريقة جيدة في المنازل ديالكم، هكا كيجيكم سهل وسلس في القراءة، كذلك كيجيكم الفهم ديالو سهل كذلك، وغتفهموا هاد الأسئلة هادو وغتجاوبوا عليهم بإجابات صحيحة. إذن الآن ننتقل إلى أفهم. أغني معجمي، أربط كلمة الطين بالأوصاف المناسبة. إذا كلمة الطين نربطها بالأوصاف، نعطيوها أوصاف صفة، ياك ماشي ما نديرو من عائلات أو مفردات، لا، هنا طلبوا منا أربط كلمة الطين بالأوصاف المناسبة، يعني نديرو ليها وصفة أو صفة. عندنا هنا الطين، الطين اليابس، هذه صفة، الطين أو وصف، وصف هذا الطين إنه يابس، الطين اليابس. الطين المتحجر، الطين المتحجر. الطين الخزفي، الطين الخزفي. الطين اللزج، الطين اللزج. الطين المبلل، الطين المبلل. إذا ننتقل الآن إلى الصفحة الموالية. جيد، إذا أفهم، أذكر ما يتميز به يوسف في الأماكن الآتية: في البيت، في القسم، في المعارض. إذا في البيت الحرية، التشجيع، في القسم إذا نمو ذاته، نمو ذاته، السرعة، في المعارض إذا تطوير هوايته، كذلك أيضا الموهبة. إذا أعيد، في البيت لدينا الحرية، التشجيع، في القسم نمو ذاته ثم السرعة، في المعارض تطوير هوايته والموهبة. السؤال الثاني، أضع علامة في الخانة المناسبة. عندنا جمل، هل هي صحيحة أو خاطئة؟ كان يوسف مختلفا عن رفاقه، خطأ. شكل يوسف صحنا أجمل من صحن معلمته، صحيح. اشتباك يوسف مع الحجر يدل على كرهه له، خطأ. إذا الآن ننتقل إلى السؤال الموالي، ورتب الأفكار الآتية حسب ورودها في النص. شعور يوسف بالمسؤولية إزاء هوايته، طفولة يوسف، انضمام يوسف إلى جمعية تهتم بالنحت. إذا الفكرة الأولى هي طفولة يوسف، الفكرة الثانية هي انضمام يوسف إلى جمعية تهتم بالنحت، الفكرة الثالثة هي شعور يوسف بالمسؤولية إزاء هوايته. إذا جيد، إذن السؤال الرابع يقول: أستخرج من النص ما يدل على أن يوسف لم ييأس ودأب على ممارسة هوايته. إذن ما يدل على أن يوسف لم ييأس ودأب على ممارسة هوايته؟ منها زيارة المعارض،
يحاول تقليد ما يراه، الانضمام إلى جمعية شبابية من هواة الرسم، التفكير في تنظيم معارض، أعيد، زيارة المعارض، يحاول تقليد ما يراه، الانضمام إلى جمعية شبابية من هواة الرسم، التفكير في تنظيم معارض. جيد، إذن السؤال الموالي، إذن أتأكد صحة توقعاتي، إذن توقعي كان في محله، إذن الآن ننتقل إلى أركب وأقاوم. إذن جيد، إذن أصوغ الفكرة العامة للنص. إذن الفكرة العامة للنص لدينا: يتميز الطفل يوسف بسرعة تشكيله للحيوانات والطيور والكائنات الأخرى من الطين، فظل يوسف يصقل موهبته بزيارة المعارض ومحاولته تقليد كل ما يراه حتى اقتنع بموهبته. نعيد، يتميز الطفل يوسف بسرعة تشكيله للحيوانات والطيور والكائنات الأخرى من الطين، فظل يوسف يصقل موهبته بزيارة المعارض ومحاولته تقليد كل ما يراه حتى اقتنع بموهبته. السؤال الموالي: أبدي رأيي بخصوص موهبة يوسف. إذن موهبة يوسف جميلة ورائعة، لأنها تقوم على تحويل قطعة من الطين إلى مجسمات وأشكال تشبه الواقع. أعيد، موهبة يوسف جميلة ورائعة، لأنها تقوم على تحويل قطعة من الطين إلى مجسمات وأشكال تشبه الواقع. السؤال الموالي، ألخص الفقرة الثالثة من النص: يقوم يوسف بزيارة المعارض رفقة والده من أجل المتعة وتطوير هوايته، فاشترى له أبوه الأدوات اللازمة لصنع المنحوتات، فقرر الانضمام إلى جمعية شبابية من هواة الرسم. أعيد، يقوم يوسف بزيارة المعارض رفقة والده من أجل المتعة وتطوير هوايته، فاشترى له أبوه الأدوات اللازمة لصنع المنحوتات، فقرر الانضمام إلى جمعية شبابية من هواة الرسم. إذن أحسنتم أحبتي الصغار، إذن الآن كنكون سالينا الحصة ديال اليوم، نتلقاو إن شاء الله في الحصة الماجية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.